بتحكي الجميلة هند رستم عن ذكرياتها مع الموسيقار فريد الأطرش، وبتقول في البداية ما كنتش معجبة بفريد الأطرش كمشاهدة عادية، ولما اشتغلت معاه أول مرة في فيلم أنت حبيبي كنت متحفظة جدا في التعامل معاه، لكن بسرعة خلاني غيرت رأيي واندمجت معاه ولقيت نفسي قدام إنسان كبير جدا في كل شيء، في فنه وأخلاقه وإمكانياته، ولقيته إنسان مرح جدا ودمه خفيف وبيحب الحياة وبيعمل حالة كبيرة من البهجة وإحنا بنصور، خلانا كلنا نحس بألفة معاه هو وشادية وعبد السلام النابلسي وكل العاملين في الفيلم. وفي الفيلم التاني معاه الخروج من الجنة قربت منه أكتر واكتشفت فيه جوانب إنسانية وأخلاقية أكتر، لقيته فنان عظيم أخلاقياته أعظم من فنه، فكان لما بيحصل لأحد العاملين مشكلة أو حادثة مثلا ومعندوش إمكانيات العلاج يؤمر فورا مدير الإنتاج بصرف المال اللازم له ويتحمل هو مصاريف العلاج. كان إنسان جدا ومهذب جدا وكان بيساعدني في الشغل من غير ما أعرف، وأفتكر إن لما تعب الفنان عبد الفتاح الأسري ما ترددش ولا تأخر لما طلبت منه مساعدته، وفورا عمل اللازم بطريقة مهذبة علشان ما يحرجش الفنان عبد الفتاح الأسري. وبتكمل هند رستم وبتقول كان فنان بيحترم فنه جدا، فأنا اشتغلت في الفن من سنة 48، لكن بعد ما اشتغلت معاه اتعلمت منه كتير، اتعلمت احترام الفن أكتر، فهو كان قدامي راجل مريض جدا وبالرغم من كده كان بيصمم انه يكمل التصوير علشان ما يتعطلش ثانية واحدة، فكان بيخليني حتى لو حسيت بالتعب أخجل اني أقول أنا تعبانة. فوإحنا بنصور فيلم الخروج من الجنة كان في أقصى درجات التعب لدرجة انه ما كانش بيقدر يلبس جزمة برباط ولا يقدر يلبس حزام علشان ما يضغطش على جسمه فيورم، واضطر انه يسافر اثناء التصوير علشان يتعالج، وكان فاضل في الفيلم تصوير الاغاني بس، فالمخرج جاب دوبلير علشان يصور الاغاني بداله لكنه رفض جدا وقطع رحلة العلاج علشان يكمل التصوير بنفسه، وكانت حياته في خطر كبير. وافتكر واحنا بنصور اغنية انا وانت وبس بصيت لرقبته فلقيت النبض سريع جدا في عروقه، فخفت وقلقت وطلبت منه يقف لكنه برضه رفض وصمم على انه يكمل، ومش بس كده ده كان بيعيد التسجيل اكتر من مرة علشان يطلع العمل باحسن نتيجة ممكنة. وبتكمل هند رستم كلامها عن جانب انساني تاني من حياة الموسيقار فريد الأطرش، وبتقول فريد كان انسان كريم جدا وبسيط ما يعرفش أبدا التكبر والغرور، كان قلبه قلب طفل يغضب بسرعة وينسى ويتصالح بسرعة. وبتنهي هند رستم كلامها عن فريد الأطرش بأسف وحزن على التجاهل لفريد الأطرش في مجرد وفاته، وقالت بحزن إن ذكراه بتمر من غير ما حد يحس بيها، فهو لازم ياخد حقه أكبر من كده بكتير، خصوصا إنه كان بيحب مصر لأبعد الحدود وكان مصري قلبا وقالبا، لدرجة إنه مرة حصل بينه وبين فنانة قالت كلمة مش حلوة عن مصر فغضب منها لدرجة إنه حصل له أزمة قلبية بسبب الموقف ده. وكأن هند رستم بتلمح على الناس اللي بتعتبر فريد الأطرش شخص أجنبي وغريب عن مصر. وأنهت هند رستم كلامها وقالت كل ما بفتكر كل ده بقول خسارة، خسارة إني معرفتش فريد الأطرش قبل كده بكتير. كلام هند رستم وحزنها على فريد الأطرش في رأيي يعتبر زي ما بيقولوا وشاهد شاهد من أهلها. هند رستم فنانة كبيرة وملهاش أي مصلحة في إنها تألف الكلام ده ومش هتقوله إلا إذا كان فعلا واقع، يعني ليه مثلا التلفزيون المصري لا يحيي ذكرى فريد الأطرش جاي عبد الحليم وأم كلثوم؟ ليه مفيش برامج بتتكلم عنه وعن ألحانه وعبقريته الموسيقية؟ إحنا في مصر بنحب فريد الأطرش جدا، مش بس الجمهور لكن كمان فنانين كتير بتحبه، فليه الإعلام في مصر ليه موقف تاني غيرنا إحنا اللي المفروض الإعلام بيعبر عننا؟
رحم الله الموسيقار فريد الأطرش والفنانة هند رستم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.